أنا شرف كبير لإلي أعزف مهرجان الصويرة اليوم لأول مرة. عزفت في المغرب عدة مرات في عدة مدن، في الرباط، في كذا، في فاس، في طنجة، وبحب الجمهور المغربي كتير لأنه هو جمهور بيتفاعل مع الموسيقى، وهذا إشي كتير جميل بالنسبة للموسيقي. اللي كتير لفت نظري في الموسيقى الجناوية هن شغلتين. أولاً أنا كنت دايماً أهتم بالعلاقة بين الموسيقى الأفريقية والموسيقى العربية، وهي الجناوة مثل كتير مميز عن هاي العلاقة. وثانياً اللي عجبني كتير ولفت نظري إنه هي موسيقى روحانية تستعمل الترانس حتى تعالج الجسد والروح. جميل جدا صراحة هذا اللقاء مع موسيقيين متعددين من ثقافات متعددة، لأنه لما بتتعرف على حدا مختلف فيك تتعلمي منه شغلات جديدة، فهذا إشي جميل جدا صراحة وفرصة جميلة. أنا سورية وفرنسية، ولكن أنا لا بمثل فرنسا لا بمثل سوريا، بس بمثل موسيقتي أنا، وبنفس الوقت بنتمي للشعب الفرنسي وبنتمي للشعب السوري وفخورة بالهويتين. الفلوت أنا تعلمتها كنت كتير صغيرة، كان عمري 6 سنين، فهو يعني صعب الواحد يكون عنده ذكريات قبل 6 سنين، فأنا وين ما بتذكر في الفلوت موجود بحياتي، فهو جزء مني، يعني ما فيش كلام. الناي تعلمته كنت أكبر، كان عمري 19، رحت درست في المعهد العربي للموسيقى العربية في دمشق ودرست في مصر، بس ما كان عندي يعني كيف بدي أقولك علاقتي بالفلوت غير علاقتي بالناي. بس كيف بدي أقولك الفلوت بحس إنه هي صوتي، والناي بحس أكتر إنه هو صوت أجدادي.